لا نستطيع أن نلعب ألعاب الفيديو طوال الصيف. أنا لا أصدق ما سأقوله الآن. متى سنعود إلى المدرسة؟ ليس إلى هذه الدرجة يا عبيد. أنت لا تدري كيف هو الوضع. منصور، قل لي ما أخبار الهليكوبتر التي تعمل عليها؟ ليست جيدة، البطاريات ثقيلة، أحتاج إلى مصدر آخر للطاقة، لكن لا أستطيع التفكير بشيء. أتعرفون؟ دعونا نفعل شيئاً آخر. مثل ماذا؟ ما رأيكم أن نذهب إلى البحر؟ الساعة الرابعة والنصف، لا يكون الجو حاراً جداً، وهذا أفضل من الجلوس هنا هكذا، صحيح؟ لما لا؟ أوه، انظروا إلى تلك الدراجة. رائعة. أوه، دراجتك رائعة يا صديقي. لقد مللت منها. سأحصل على واحدة أفضل منها هذا الأسبوع. حقاً؟ دراجة ثانية؟ أخبرنا، هل هو عيد ميلادك؟ لا، لكني طلبت من أبي دراجة جديدة، وهو يجلب لي ما أريد. جيد، أستطيع تجربتها؟ بالتأكيد، أساساً مللت منها. أين خوذتك؟ خوذة؟ الخوذة للأطفال. خذها. شكراً. بالمناسبة، أنا اسمي سعيد عيد. تريد واحدة؟ لا شكراً، لا أحب هذه المشروبات. تريد تجربة دراجتي؟ سأنزله عنها الآن. لا شكراً. لا تحب مشروبات الطاقة ولا الدراجات، إذن ماذا تحب؟ الكثير من الأشياء. مثل؟ الهندسة، الاختراع، السفر، الاستكشاف. هيا تابع، ماذا بعد؟ كرة القدم، الجوجيتسو، العلوم. العلوم؟ اشترى لي أبي عدة كيميائية متطورة، لكن بصراحة هي مملة جداً. الكيمياء هي مادة واحدة في العلوم، هناك الفيزياء والأحياء. رجاءً، مملة 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 ومقرفة، كلها حشرات وعناكب. وقال لي أبي واحدة من هذه تعطيني طاقة كبيرة، مثل الطاقة الشمسية. وجدتها، أحتاج إلى مقوّن للطاقة الشمسية. سالم، عبيد، سأذهب إلى المنزل الآن وأتابع العمل على الهليكوبتر، أتذهبون معي؟ لا لا لا، مهلاً لحظة، لا تذهبوا معه الآن، ابقوا معي. أنا لم أجرب هذه الدراجة بعد. لا بأس، حسناً أراكم لاحقاً. منصور، منصور، لا تجرب الهليكوبتر من دوننا، اتفقنا؟ اتفقنا. مع السلامة. صحيح، لم تخبرني، ما هو اسمك؟ أعرف. تركي؟ منصور، أين سالم وعبيد؟ على البحر، يجربون دراجة سعيد عيد الجديدة. ومن هو سعيد عيد؟ واحد لديه كل الأشياء الجميلة، لكن أسلوبه العكس تماماً. فهمت، إنه واحد منهم. حسناً، وماذا ستفعل بهذا؟ سأركب ألواحاً شمسية على الهليكوبتر. هل تصدق؟ خطرت لي الفكرة من هذا الولد المغرور. لقد نجحت. يبدو أنه نفعك بشيء ذلك المغرور. الآن أنا جاهز لأطير الهليكوبتر. المهم، فلنلتقي بسالم وعبيد. شكراً سعيد عيد،
فلنحضر شيئاً لنشربه. لا داعي، لا داعي أبداً. لدي الكثير الكثير من هذا، يشتريها والدي من مكان ما، فيها سكر وكافيين أكثر من الأنواع الموجودة في المحلات. ولكن السكر والكافيين الزائد ليسوا جيدين للصحة. حقاً؟ يقولون هذا ولا يهمني، أنا أعيش على هذه المشروبات. هيا اشربوا لنتسلى. أنتم تتصرفون كالمجانين. جو 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 جو. هيا خذوا هذا. ما هذه؟ حلوى لذيذة، والسكر يساعد على زيادة الطاقة. لذيذة جدا. عبيد، انظر إلى لسانك، أصبح لونه أزرق. أنت لسانك أخضر، وأنت لسانك برتقالي. لذيذة جدا. كانوا هنا وهذا الدليل، هذه المشروبات التي كانوا يشربونها. يا هذه مشروبات مقرفة. اسمع، نحن لم نجدهم هنا، ما رأيك أن نبحث هناك يا صديقي؟ هيا تعالوا الآن، لدي فكرة جميلة جدا. يجب أن نجمع علب العصير. دعها هنا، عمال النظافة سيجمعونها، هيا بسرعة. تركي، انظر. ما هذا؟ يبدو غير مشجع أبداً. ولا هذا. يفترض ألا ندخل إلى هنا. لا تتصرف كالجبناء، لا أحد يأتي إلى هنا أساساً. هذا سيكون مسلياً. لما لا تصعد بالدراجة إلى فوق؟ ها؟ هاي، هذا أمر خطير جداً. لا تتصرف كالجبناء، أنت أيضاً، أنتم من أردتم التسلية. أجل، ولكن... لكن ماذا؟ شربتم مشروباتي وأكلتم الحلوى الخاصة بي، لكن لا تريدون أن تلعبوا معي؟ ابتعد من أمامي. ها؟ لا 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 لا، أظن أنه يجب أن أنزل. ماذا؟ ستنزلون، لكن من هنا سيكون ممتعاً جداً. مستحيل. ليس لديك حل آخر. لا 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 لا. لا تخف على الدراجة، هي لا تهمني أبداً. لو كانوا مفقودين لوجدناهم بسهولة بسبب النفايات التي تركوها في كل مكان. لا أستطيع فعل ذلك، لا أستطيع، لا أستطيع. سالم! عبيد! لحظة! ماذا تفعلون هنا؟ عناكب عناكب عناكب، ابعدوها عني.
الدراجة الجميلة، هذه كارثة. أبعدوها عني، أبعدوها عني. لا، هو الكارثة. الحمد لله، تخلصنا منه ومن شره أيضاً. سنسافر إلى مصر برحلة عائلية الأسبوع القادم. أوه، أنت محظوظة. متى ستسافرون؟ يوم السبت. توقعت. على فكرة، أنتم لن تسافروا من دوني لأني سأكون كابتن الطائرة. ما رأيكم أنتم الثلاثة أن تسافروا معنا وأن تروا عجائب مصر؟ أجل أجل، أنا بالتأكيد. أريد. أنا أكيد. يا شباب، لديكم ساعة، استكشفوا المكان كما تشاءون، وبعد ذلك نلتقي هنا لنرى عرض الليزر. أغلبية الأهرامات المصرية بنوها الفراعنة كمقابر لهم ولعائلاتهم. هذا الهرم بني بمليوني حجر فاصل ثلاثة تقريباً، ووزنه يقارب 5 ملايين طن فاصل 9. واو، إنه ضخم للغاية. الشيء الوحيد الأضخم منه هو صف الدخول. ها؟ من هذه الجهة لا يوجد صف، فلنذهب. هيا يا شباب. ها؟ هيا بسرعة. هيا 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 بسرعة، ندخل. الجو جميل وبارد أيضا. غريب، لا يوجد أحد هنا. غريب، لماذا لا توجد معلومات في كتابي عن هذا الهرم؟ حسناً، ولكن ماذا يقول الكتاب؟ يقول: الأهرامات عادةً فيها غرف وممرات متعددة. حسناً، إذاً دعونا نستكشفها. ما هذا؟ جميل. واو. عجيب، انظروا إلى هذه الكتابات الهيروغليفية، لكن كيف سنصل إلى هناك؟ لا 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 لا. ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل؟ ما هذا؟ الباب لن يفتح. كيف هذا؟ هل علقنا؟ لا يا شباب، بالتأكيد هناك مقبض أو أي شيء ينزل الجسر. أظن أن هذا لغز. أجل، يجب أن نحل هذا اللغز كي نستطيع الخروج من هذا المكان. وإن لم نجب بشكل صحيح؟ يجب علينا ذلك، دعونا نركز. يقول اللغز: ما هو مجموع هذا الحصان زائد هذه الجبال؟ شاورما. ماذا؟ وجدت شاورما في عقيبتي. عبيد. حصان زائد جبلين يساوي جملاً. هاي، أظن أنك محقة في هذا. أجل. هيا فلنفتح
افتح هذا الباب. ها؟ ها؟ هرة وذئب. عرفت. بومة. عبيد مهلا. كيف يمكن أن تكون بومة يا عبيد؟ كيف؟ اشرح لي. هذا منطقي. أكيد الإجابة هي أسد. حسناً لقد ارتبكت. أنا آسف. آسف حقاً. مهلاً اهدأ، وهذا يكفي. لا أحد يضغط أي زر من دون أن نتأكد من الإجابة. اتفقنا؟ أجل. ممكن أن يكون سحلية؟ أو تمساح؟ كل الاحتمالات واردة، لكن أي إجابة سنختار؟ أظن تمساح. أجل، أنا أيضاً. يجب أن نكون حذرين. ما؟ أوه لا. أظن عصفوراً وأسداً يساوي صقراً. أنا موافق. وأنا. أنا. يا إلهي. يا سلام. هذه كارثة. يا شباب تعالوا، لقد اختفت المومياء. عماذا تتكلم يا عبيد؟ المومياء التي كانت موجودة خلفنا اختفت. هذه كلها تخيلات يا عبيد. ماذا سنفعل؟ لا. كاد يقضى علينا. لا 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 لا. لدي شعور سيء. على الأقل نحن في أمان الآن. حسناً يا شباب، فلنذهب من هنا بهذا الاتجاه. أجل، فكرة جيدة. هذه العلامة تعني مخرجاً. لا لا، بل تعني الكنز. واو، عجيب، رائع. يا سلام. ها؟ كان الفراعنة يدفنون الأموات مع مجوهراتهم وأغراضهم الثمينة. ليس الآن وقت درس التاريخ يا منصور. المومياء تطاردنا. مومياء وأصنام على شكل وحوش مخيفة. أوه.
بسرعة ادخلوا، فلنختبئ في الداخل. هيا. جيد، استطعنا الهروب، لا شيء يخيفنا الآن. ماذا تفعلون أنتم هنا؟ لم أكن أعرف أن الزبائن وصلوا. ما الذي يجري؟ يجب ألا يفتح هذا المتنزه حتى الأسبوع القادم. أو لا تقولوا لي إنكم صدقتم أن كل هذا كان حقيقياً. بلى. حسناً، الآن عرفتم أن هذا متنزه. تودون الدخول مرة ثانية؟ أجل، لما لا؟ وأخيراً. جدي، أنا جاهز للتصوير، أنت جاهز؟ أجل، جاهز. سالم، عبيد، جاهزون؟ جاهزون. مشروع مادة العلوم، المشهد الأول، أكشن. فلنحقق في مسائل المواد الصلبة والسائلة والغازية. فكرة جيدة، انظر إلى المواد السائلة، يمكن أن تصب أو تتدفق. لا نستطيع أن نمسكها بسهولة. لا، هذا أمر مستحيل. المواد الصلبة تحافظ على أشكالها ولا تتدفق مثل المواد السائلة. صحيح، وانظر هناك، عندما نسخن المواد السائلة تتحول إلى غازات. عملية تبريد السوائل تحولها إلى مواد صلبة. إن العلوم ممتعة جداً. أكيد يا صديقي عبيد. كات، ممتاز ممتاز، أحسنتم، اكتمل مشروع مادة العلوم. ما هذا؟ اسمه تمثيل. لا لا، أقصد هذا. ماذا كانت تفعل؟ لا فكرة لدي، لكن تحاول أن تخفي عنا شيئاً. هذا لغز ويجب أن نحله. أكيد يا صديقي منصور. قضية الشمع الغامضة. هذه المتهمة هناك، هيا فلنلحق بها. هناك. هل وجدتم أي دليل؟ لا يوجد شيء هنا. هيا نبحث هناك. مرحبا شباب. شمّة، غريب أن نراك هنا. أجل، يجب أن أذهب، أراكم لاحقاً. يبدو أن الحبكة بدأت تتعقد. إن قضية الشمّة الغامضة تزداد غموضاً. هيا لنرى إلى أين هي ذاهبة.
أظن أنها رأتنا. بسرعة، هيا من هنا. بالتأكيد لن تعرفنا هكذا، هيا. ماذا يوجد داخل الطرد؟ هذا إطار صورة. ومع من تتحدث؟ على الأغلب هي تتحدث مع العقل المدبر. أجل، هذا التبرير المنطقي الوحيد. انظروا، إنهم آتون. هذا عمك وزوجته، هل يعقل أنهم العقول المدبرة؟ لا أظن ذلك، لكن الآن سنرى ونكتشف. ماذا يوجد داخل الطرد؟ بالتأكيد الكثير من المال أو مجوهرات. آسف. ها؟ بسرعة بسرعة، إنهم يذهبون. ماذا يثبت لنا الدليل يا دكتور عبيد؟ المتهمون أوقفوا سياراتهم بالقرب من المخرج كي يهربوا بسهولة تامة. استنتاج جيد، لكن ماذا تتوقع أن تفعل شما في الداخل؟ على الأغلب هي تبحث عن أغلى قطعة فنية كي تسرقها. حسناً، فلنذهب ونمسك بها متلبسة بالجريمة. أين ذهبت؟ هناك. ذهبت. شم ماكرة جدا. لا تقلقوا، سنلحق بها. هيا أيها المحققون، من هنا. جرى؟ هذا اختبار جهاز إنذار الحريق. أو ربما هناك سرقة يا منصور. مستحيل. مستحيل أن تفعل ذلك. بالطبع لا. يا شباب فلنكن جادين، مستحيل أن تظنوا أن شم سرقت اللوحة حقاً، هذا صحيح؟ يا شباب انظروا إلى هذا. نانو، تستطيع أن تخبرنا ما اسم هذه اللوحة؟ اسمها ضوء الشرق، لوحة قيمة للغاية وحالياً تعرض في متحف المدينة للفن. تقصد أنها سرقت الآن من متحف المدينة للفن؟ شكراً نانو. اسمعوا، أنا لا أصدق أن شم هي التي سرقتها، فلنقم بتحقيق حقيقي. إذا كانت اللوحة موجودة نتأكد أن شم بريئة. إذن فلنبحث عن اللوحة. من المفترض أن تكون لوحة ضوء الشرق موجودة هناك. مستحيل. فعلاً سرقتها. لا 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 لا، لا أصدق. لقد تطور الوضع يا شباب. مستحيل. انظروا إلى الأدلة، تصرفت بغرابة في الحديقة وتصرفت بغرابة في المول. اشتغل جرس الإنذار. هربت شم من المتحف مع اللوحة. واللوحة ليست موجودة هنا. لا لا، بالتأكيد يوجد تبرير منطقي. يوجد، شم وأهلها رصوص تحف فنية، ويجب أن نخبر الشرطة. لا، يجب أن أكلمها أولا. ألو، مرحبا شم، كيف حالك؟ بخير وأنت؟ الحمد لله أنا بخير. أنا مع أهلي. جيد، نحن رأيناك في المول اليوم. لم أكلمكم. لا ليست مشكلة، نحن متفهمون أنك كنت مستعجلة. أجل أعتذر. ماذا كنت تفعلين اليوم؟ ذهبت إلى المنزل. ذهبت إلى المنزل فقط؟ أجل كنت مضطرة. حسناً حسناً. أجل أجل، نراكم على العشاء في منزلنا الليلة. حسناً، مع السلامة شمة. وداعاً. لا أصدق لا أصدق، شمة سرقت تحفة فنية من المتحف؟ وسوف تضعها في الإطار الذهبي الرخيص الذي اشترته من المول.
هل ستأتي للعشاء في منزلكم الليلة؟ أجل، ماذا ستفعل؟ أظن يجب أن أواجههم، وسأحتاجكم معي. تفضلوا يا شباب. منصور، سأسافر الأسبوع القادم، لن أكون هنا يوم ميلادك. أحببت أن أشتري لك هذه الهدية. شكراً. أريتها للجميع، ولقد أحبوها. يبدو أن العائلة كلها مشتركة في الجريمة. لم يكن سهلاً إيجادها، وكذلك لم أجدها في المول، فبحثت عنها في مكان آخر. كل سنة وأنت طيب يا منصور. وليس من مصلحتك أن تفتحها أمام الجميع. شكراً شما، شكراً. ماذا؟ ماذا؟ أنتم أسوأ ثلاثة محققين عرفتهم. لكن أنا لم أفهم شيئاً. دعني أشرح لك. ذهبت إلى المول اليوم لكي أشتري لك هذا الإطار، وذهبت إلى المتحف كي أشتري لك هذه النسخة من ضوء الشرق، لكن رأيتكم أنتم الثلاثة تلاحقونني متنكرين. لم أتوقع أنك رأيتنا. من الصعب جداً ألا أراكم. وماذا عن صباح اليوم في الحديقة؟ ها؟ كنتم تصورون ولم أحب أن أزعجكم. وجرس الإنذار واللوحة المفقودة. حسناً، إن المسؤولين في المتحف أخذوا اللوحة لكي ينظفوها، وانطلق الجرس صدفة. يبدو أنكم لم تقرأوا صحيفة اليوم. آسفون شما، لقد كانت الأدلة مقنعة للغاية. الأدلة تثبت أنكم تحبون المغامرات. وماذا عن الطرد المليء بالمال والمجوهرات إذن؟ رائع. إذن استنتاجكم خطأ، ماذا ستقولون الآن؟ من يريد تناول الكيك؟ حديقة كريسي سيبلات، واحدة من أكبر الحدائق في أندونيسيا. كانت في السابق موطناً لوحيد القرن السومطري، ولكن للأسف لقد انقرضت هذه الفصيلة. ولكن لا زالت الحديقة تحتضن التبير ودب الشمس والفهد المرقط ومئات الأنواع من الطيور وسبع فصائل من الثدييات الرئيسية. وكذلك توجد في الأدغال مجموعة كبيرة من أشرس الحيوانات في آسيا، كالفيل السومطري القوي والنمر السومطري. ولكن يقال إن هناك مخلوقاً في الأدغال أقوى بكثير من الفيل وأشرس من النمر. هذا الوحش يعرف بـ أورانج بندك، وتعني بالأندونيسية الشخص القصير. ولكن لا تنخدعوا بهذا المعنى، فكل من شاهده لم ينجو ليخبرنا عما حصل به. لا داعي للخوف أبداً، هذه مجرد خرافة. هل رأيت هذا؟ بلبل كريمي مخطط. منصور، انظر إلى هذه الحركة. تركي، حاول أن تفعل هذه الحركة. ها،
حسناً، انظر إلى مهارتي الآن. هيا يا شباب، يجب أن نلحق بالآخرين. أين ذهب الآخرون؟ ربما هاجمهم النمر. ربما هاجمهم الأورانج باندك. لا النمر هاجمهم ولا الأورانج باندك. على أي حال، هذه مجرد خرافة. نحن بالتأكيد مشينا في الطريق الخطأ. أنا لن أعود إلى هناك. اسمعوني، ما من طريق أمامنا، يجب أن نعود. نستطيع الجلوس هنا، المكان جميل جدا. تتكلمون بجدية؟ ما زلتم تريدون الجلوس هنا؟ إذا عدنا إلى هناك سنصبح وجبة للنمر. وجبة للأورانج باندك. لحظة، أعتقد أنني رأيت شيئا. منصور، ربما أمسك به الأورانج باندك. لا تكن سخيفا، هذا ليس وقت هذا الكلام. واو، رائع. هذا معقول؟ معبد مهجور؟ عجيب. هو مليء بال ذهب. المعابد المهجورة دائما مليئة بالذهب. كنت سأقول أفاعي، هيا لنعود. مستحيل، يجب أن نستكشف هذا المكان. وأيضا سنبحث عن الذهب. ما نوع هذا القرد؟ شمبانزي أو قد يكون غوريلا؟ الغوريلا والشمبانزي غير موجودين في إندونيسيا، فقط الأورانغوتان. أيًا يكون، لكن يبدو حقيقياً. حسناً، لماذا لونه مختلف؟ هل رأيتم ماذا فعل؟ ماذا؟ التمثال غمازني. ماذا تقول يا عبيد؟ لحظة، هذا ليس تمثالاً. إذاً ما هذا؟ الأورانج باندك. اركضوا. ماذا سنفعل؟ دعونا ننتظر هنا، ربما يمل أو يجوع. لا 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 تجع. أرجوك أرجوك لا تجع. لا أحد منكم يتحرك. أبو قرن؟ ما الذي حدث؟ تم إنقاذنا. سالم، يمكنك أن تتوقف عن البكاء الآن. هيا، لقد أنقذنا، فلنتبعه الآن. أكثر واحد يعرف
أعرف مكان المانجا اللذيذ هو أورانج باندا. هو مختلف تماماً عن الأسطورة. سنصبح مشهورين لأننا وجدناه. أكيد، وسنظهر في التلفزيون أيضاً. عبيد وصديقه الصادوق أيضاً الأورانج باندك. لا يا صديقي، العنوان سيكون تركي ومعبد الأورانج باندك المهجور. لحظة، ماذا عني أنا؟ ما رأيكم في سالم ينقذ الموقف؟ أجل، لكن لم تقل لنا ماذا أنقذت بالتحديد. شباب، نحن يجب أن نجد المجموعة. عجيب، هذا المكان مرتفع جداً. هل تصدقون؟ هذا المنظر سأضعه بالتأكيد في فيلمي. طريق العودة، هيا بنا. منصور، الحمد لله أنك بخير. أبي، نعم الحمد لله. كيف وجدتم طريق العودة؟ هذه قصة طويلة وغريبة، لن تصدقها. لقد تبعنا مغيب الشمس. لا، لم نفعل. سالم، لقد تبعنا مغيب الشمس. صحيح. على أي حال، بالتأكيد أنتم جائعون، هيا فلنذهب. لماذا لم تخبر والدك عن الأورانج باندك؟ سنصبح مشاهير ويصورون لنا فيلماً. إذا قلنا لهم ما رأيناه ستأتي الناس إلى الأدغال والكل سيبحث عن الأورانج باندك، وربما بعدها يضعونه في حديقة الحيوانات، لذا الأفضل أن يبقى الموضوع سراً بيننا. صحيح، أنت محق يا منصور. صحيح. هل رأى أحد قلمي الأسود والفضي الذي أعطاني إياه والدي؟ ألم يكن على طاولتك؟ بلى، لكنه اختفى. هناك أشياء كثيرة بدأت تختفي في البيت. قلم أبي، علبتي الخاصة بالمفكات الصغيرة، أساور سارة. حقاً؟ غريب، يبدو أن هناك لصاً هنا. سالم، لا تكن سخيفاً. أنا لست سخيفاً، يوجد لص هنا. ليس عندنا لصوص. هل رأى أحد منكم عقدي الفضي؟ لا أمي. حسناً، إذا رأيتموه أعطوني إياه. ما زلت تظن أنه لا يوجد لص؟ أعتقد أنه علينا أن نتحرى عن الموضوع. هذا ما كنت أفكر فيه. حسناً، إذا كنا نريد أن نمسك باللص فعلينا أولاً أن نجهز له بعض الكمائن. حسناً. بارد. حسناً، سأطفئ المكيف. بارد. أطفأت المكيف، ستشعرين بالدفء. بارد. هذه بدايات المرض، أنت مريضة؟ بارد.
هل رأى أحد منكم ساعة؟ ما هذا؟ منصور؟ فارد دعيني ألبسك هذا، ستشعرين بالدفء. فارد فارد أمي أمي. ما بك حبيبتي؟ لا أعرف ما بها بيبي، طوال الوقت تقول بارد. لا تقلقي، سأتصل بالبيطري. عندما سيأخذ اللص الملعقة سيرن الجرس وسنستطيع الإمساك به، والآن ما علينا سوى الانتظار. أظن أنني أسمع اللص. جدي أخفتنا. أنا آسف يا شباب، لكن أنتم ماذا تفعلون هنا؟ نحاول أن نرتاح قليلا. لا نحن بلى، هذا الأسبوع كان طويلاً ومتعباً. حسناً، أردت أن أعرف إذا رأيتم مفتاح سيارتي. لا أستطيع إيجاده. ربما تركتهم في السيارة مثل كل مرة. هذا أول مكان بحثت فيه، هو بالتأكيد هنا، ولكن لا أعرف أين. لماذا كنت تقاطعني؟ نحن لا نريد أن نخبر أي أحد عن تحركاتنا، هذه تحريات سرية. لكن جدي ليس لصاً. حالياً الجميع مشتبه فيه. لكن اللص لديه مفتاح سيارته. هذا بحسب كلامه. سالم لا تكن سخيفاً. سنرى. أمي دعيني أنام 10 دقائق بعد أرجوك. هذا هو اللص. أولا طقم القهوة. ما كان هذا؟ أمي هذا جرس الباب. لا تقلقي أنا سأرى من أتى. مرحبا أنا الطبيب البيطري، أتيت إليكم بسرعة، أتمنى ألا أكون قد تأخرت عليكم. لا أرغب بمعالجة ببغاء ميت. أكيد أرجوك تفضل. شكرا لك. آسف آسف، النظرات الخطأ. أنا خائفة جداً على بيبي طوال اليوم وهي بارد بارد. تقول بارد. تقولين طوال اليوم؟ دعيني أكشف عليها. بارد بارد. لو سمحت بيبي هناك على الغصن. صحيح صحيح، إنها على الغصن. آسف، النظرات والخطأ. عفوا، لكن أين هي الببغاء؟ بارد بارد. وجدتك. عندي فكرة، ماذا لو نحضر كميناً ونصبغ المكان بالطلاء المخفي؟ وعندما يأتي اللص إلى مكان الكمين ستكون عليه أثار الطلاء. لكن الطلاء مخفي. تماماً، ولا يستطيع رؤيته ولا حتى نحن. لدى نانو أشعة فوق البنفسجية تظهر الطلاء المخفي. فكرة عبقرية. أجل. الآن ابقوا حذرين، من الصعب أن تعرفوا أين وضعتم الطلاء لأنه غير مرئي. هل رأى أحد منكم أنتم الثلاثة أزراري؟ لم أرها. ما بكم أنتم الثلاثة؟ وضعنا طلاءً مخفياً لكي نمسك باللص. ألا تعتقدون أنكم كبرتم على ألعاب الخيال؟ نحن حالياً نواجه عقلية إجرامية من الطراز الأول. اسمع، هذا اللص قد يختبئ في مكان ما لسنوات وينتظر الفرصة الذهبية للسرقة. هو يمكن أن يكون أي شخص في هذا البيت. مستحيل أن يكون أحد من عائلتي هو اللص.
يجب أن تعرف أن الجميع مشتبه فيه في هذه الحالة. لقد اختفى. نانو، شغل الأشعة فوق البنفسجية. حاضر منصور. أها، آثار خطوات الضس. أخيراً سنمسك به. نانو، هل يمكنك اتباع آثار الخطوات؟ أها. أجل. هناك، هناك. حسناً. هيا. هيا، أسرع، أسرع. بسرعة. أسرع، أسرع. هيا يا سالم. هيا. هيا، هيا. يلحق نانو. بسرعة. هيا. لا لا لا. تلك الغرفة. ليس هنا. نانو. هيا. نانو، هيا بسرعة. بسرعة، بسرعة. الحقوا بي. فوق، 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 فوق. ها؟ وصلنا. ها؟ سالم، يبدو أن اللص كان جالساً مكانك. ها؟ لا، أنا لست لصاً. الجميع مشتبه فيه في هذه الحالة. لكن أنا لست لصاً. نانو، سلط الأشعة على سالم. ها؟ ها؟ قلت لكم أنا لست لصاً. أعرف، أظن أنك وقفت على الطلاء. مارد؟ أنا أنهيت الفحص. والأخبار ليست جيدة. حار، حار. بارد، بارد. لا 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 لا. هذا أسوأ مما توقعته. بيبي، يجب أن توضع في الحجر الصحي. هي تعاني من متلازمات جنون الببغاء، وأخاف أن تكون قاتلة. أنا يجب أن أعود الآن إلى العيادة وأبحث بشكل مفصل كي أمنع انتشار وباء الببغاوات في المدينة. النظرات الخطأ. لو كنت مكانك لوضعت أغراضي في مكان آمن. لا أعتقد أننا سنمسك باللص، إنه ماهر للغاية. حار، بارد. ها، ها، عرفت من هو اللص. بسرعة الحقوا بي. هيا هيا هيا. لماذا أحضرتنا إلى هنا؟ حار، أحضرتكم إلى هنا لكي أكشف لكم من هو اللص. أي لص؟ يوجد لص في المنزل. سالم، ليس عندنا لص في المنزل. لا، ليس لدينا لص. لكن كل واحد منكم قد فقد شيئا من أغراضه، صحيح؟ صحيح. لكن لا يعني أنه يوجد لص هنا. دعوني أريكم. حار، بارد. حار، بارد. حار، بارد. ما زلت لم أفهم يا منصور، من هو اللص؟ أعتقد أنه سالم. أنا لست لصا. حار، 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 حار. حار. هذا؟ إنها أزراري. مفتاح سيارتي. قلمي. بيبي أخذتهم كلهم وخبأتهم هنا. كل هذا لأنها تريد أن تلعب لعبة حار وبارد. حار وبارد. أي بيبي ليست مريضة؟ لا. لا يوجد لص؟ لا. حار، حار، حار. سارو، يبدو أن الجو حار جداً. شغل المكيف من فضلك. ماسو.
لا، قلت لك إنك خالفت قانون المواقف. من هنا. من هنا. هيا بنا. توقفوا. شكرا لك. لصوص ساعدوني. انظروا. لصوص. أتسمعون؟ لصوص أوقفوهم. هيا فلنذهب. توقفوا توقفوا. اللصوص سرقوا منطادي. لن نسمح لهم أن يفلتوا بفعلتهم. شكرا يا شباب، هيا أمسكوا بهم، أمسكوا باللصوص. هيا أنت، لا نريد ركابا إضافيين. ما زال متعلقا. لن تفلتوا بفعلتكم هذا. أوه، حقا؟ وكيف ستمنعنا؟ سأفكر بشيء. انظروا، اللصوص متجهون نحو ملعب كرة القدم. هيا نذهب. ويتحرك بين المدافعين وينفرد بالمرمى ويركل الكرة ويسجل هدفا. جول 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 جول. منصور منصور منصور. واحد صفر لصالحنا. خلفهم. بسرعة. كيف سنوقفهم؟ ما رأيكم أن نرمي هذا إلى فوق ونمسك بالسلة؟ ثقيل جدا. نانو، أتستطيع الطيران وتعلق هذا بالمنطاد؟ سأحاول يا منصور. لا أعرف كم ستبقى بطاريته. أحسنت يا نانو، نجحت في مهمتك. ماذا؟ قلت لكم سأفكر بشيء. يجب أن تفكر في شيء أفضل. 2-0 لصالحنا. أنا عندي خطة، سنفجر المنطاد بقلمي. قل لي كيف سنصعد إلى فوق؟ منجنيق كبير. منجنيق كبير؟ هذه فكرة ممتازة. حقا؟ الفكرة ليست جيدة، الفكرة ليست جيدة. لا لا. هل أنت مستعد؟ لا، أنا لست مستعد. هذا غير مطمئن، هذا غير مطمئن.
فقط. ماذا؟ ابق مكانك وتذكر، لن يحدث أسوأ مما حدث. لا أظن ذلك، فهذا هو الأسوأ. 10 9 8 7 6 5 4. منصور، يبدو أنني ذاهب إلى الفضاء. الانتظار. فلنتخلص من هذا المنطاد ونأخذ تلك الهليكوبتر. فكرة ممتازة. منصور، ادخل إلى المبنى الذي فوقه مهبط هليكوبتر، لأن اللصوص يريدون الهروب بالهليكوبتر. حسناً يا عبيد، نحن قادمون. البارحة كنا سنذهب. لا، ليس مجدداً. لن تتمكنوا من الهرب إلى أي مكان. في الحقيقة سنصعد إلى فوق وأنت ستأتي معنا. هيا، السرعة القصوى. كيف وصل إلى هناك؟ عبيد، اقفز. هيا إلى الهليكوبتر. يجب أن نفعل شيئاً. لكن أنت لا تحاول أن تطيرها، صحيح منصور؟ لا، أنا أريد أن أفتعل تياراً هوائياً. لقد شغل المحرك لنا. هذا من ذوقه. لا، يجب أن نهبط الآن. هيا، ضاعف القوة يا منصور. فارغ الغاز. هيا، فلننزل بالمصعد السريع بسرعة. نذهب من هنا. أوقفوهم، لصوص. توقفوا، توقفوا. أحسنت يا عبيد، استطعت أن توقف اللصوص. على ما يبدو أنك خطير يا عبيد. ستشارك في المسابقة هذه السنة؟ أجل، أنا سأشارك مع شمّة. تحتاجون إلى أحد آخر؟ عمي وزوجته سيأتون للعشاء الليلة، لذا ستكون شمّة عندنا. تعالوا أنتم أيضاً لكي نبدأ بالتخطيط للمشروع. تقصد مشروعنا الناجح؟
إذا كنت تظن أنك ستفوز في المسابقة فيجب أن تراجع حساباتك. لماذا؟ لأني سأشارك وسأفوز بجائزة هذا العام. لا أظن. حقاً؟ أود أن أعرفكم على شريكي في المشروع مفيد. هيا فلنذهب الآن كي نخطط ونعمل على مشروعي. ما هي فكرتك يا شمة؟ أنا صممت طائرة نموذجية توفر الطاقة. لا، غير معقول. ها؟ أقصد لأنني صممت الشيء نفسه تماماً، وتصميمي أيضاً يوفر الطاقة. جيد، فلندمج الأفكار إذن كي نصمم أهم مشروع علمي. اتفقنا. ماذا سنفعل أنا وهو؟ تستطيع أن تصمم لنا شعاراً للطائرة، وأنت يا سالم يمكنك أن تفكر مثلاً باسم للطائرة. حسناً. أجل. أنا لا أصدق أننا انتهينا أخيراً من تصميم الطائرة. إنها جاهزة لاختبار الطيران الأول. أعرف، أعتقد أنه سيكون... ها؟ سيكون ماذا؟ أخبرنا. سمعتك تقول اختبار طيران. جميل، شكراً على المعلومة. عجيب، تبدو رائعة جداً. جميلة جداً، قمتم بالاختبار؟ لا، ننتظركم. فلنبدأ الآن. شمة، شغلي المحرك. والآن فلنختبر التوجيه. رائع، عجيب. هل انكسر شيء؟ لا 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 لا، أظن أنني بخير. الحمد لله، لم يحدث شيء للطائرة. شكراً على السؤال، أنا لم يحدث لي شيء على فكرة. لا بأس، كانت تجربة ناجحة بغض النظر عن المشكلة الصغيرة في التوجيه. أجل، هذا صحيح. مشكلة صغيرة واحدة، كدتم تخسرون نصف الفريق. سنقوم غداً ببعض التعديلات على الطائرة وبعد ذلك نزينها. يمكنك إحضار الطلاء؟ وأنا سأحضر خوذة الأمان. إذن يا سالم، هل فكرت في اسم للطائرة؟ سأسميها على اسمي حيوان. فكرة جيدة. ستسميها مثلاً أرنوبة؟ ماذا؟ لا، سأسميها على اسم حيوان شرس. هرة؟ الهرة ليست شرسة يا عبيد. لكن لديها مخالب. لا، سأسميها طارق. ها؟ طارق؟ لا، طارق هناك، انظر إلى الطائرة التي يطيرها. طائرته تشبه طائرتنا. لكن كيف؟ لديه الطائرة نفسها ومشاكل التوجيه نفسها. يجب أن يرى منصور وشمة هذا الفيديو. طائرته تشبه طائرتنا تماماً. ولكن كأنه رأى طائرتنا، لكن كيف؟ مستحيل. ها؟ إنهم طارق ومفيد. وأين أصدقاء طارق؟ لم يكونوا موجودين. كما صورنا فيديو لطائرته، بالتأكيد هو صور طائرتنا. ولكن كيف صور الفيديو؟ سنكتشف الآن. نانو، أيمكنك أن تقوم بمسح للمنطقة كلها؟ أكيد. نانو، يمكنك أن تقترب أكثر لو سمحت؟ طلب طارق أن يصور اختباراتنا، وطلب من مفيد أن ينسخ تصميمنا أيضاً. ستصبح الطائرة جاهزة للاختبار الثاني، لا نستطيع القيام به وهم موجودون. ماذا سنفعل الآن؟ أنا أعرف ماذا سنفعل. سنمثل أننا لا نعرف أنهم موجودون، وسنريهم طائرة مضحكة كي يقوموا بنسخها. بماذا تفكر؟ مربى. مربى؟ أجل، مربى. تبدو مضحكة للغاية.
أجل، غريبة جدا. حسنا، عبيد، سالم، أنتم جاهزون؟ حسنا، فلنحاول تطييرها، هيا. انطلاق. أجل، إنها تطير. أود أن أرى وجه طارق عندما يرى مقطع الفيديو. هذه طائرتهم الجديدة؟ تعمل على طاقة المربع؟ ومن الواضح أنهم حلوا مشكلة الطاقة والتوجيه. يجب أن تكتشف الطريقة يا مفيد، لأن المسابقة الدولية لمشروع العلوم الدولي غداً، وأنا يجب أن أفوز. ما هذه الطائرة الغريبة؟ يبست مضحكة وسخيفة. أجل، هذه الطائرة يجب أن تكون في بطني وليس في السماء. أعتقد أنها تشبه طائرة أخرى موجودة هنا. تقصد طائرتنا الهدهد التي تعمل على الطاقة الشمسية؟ تعالوا، هيا هيا فلنذهب. ما زلتم تواجهون مشاكل في التوجيه وفي الطاقة؟ إذا أضفتم الطول فسوف تحل المشكلة. لكن عبيد، أعطني وعاء الطعام الذي معك. هاي، ممتاز. المطلوب من الفرق التقدم لعرض مشاريعها. ما هو مشروعكم؟ نموذج من طائرة توفر الطاقة وتعمل على الطاقة الشمسية. وأنتم ماذا فعلتم؟ نموذج من طائرة توفر الطاقة وتعمل على المربع. على ماذا؟ المربع. أي أن ما سمعته كان صحيحاً. حسناً، هل أجريتم اختباراً للطيران؟ منصور، هيا ابدأ أنت وفريقك. ممتاز، والآن دور طائرتي المربع. من الأفضل لك أن تعمل. لا تخف، أكيد ستعمل. اجعلها تتوقف. أكان جزءا من الاستعراض؟ لا، مهلا، كنت أعمل سرا على رشاش مربى وظننت أنه نجح. أين ستهرب مني يا مفيد؟ الفائز بالمركز الأول لهذه السنة فريق منصور. تهانينا. شكرا، ما كنت سأخترع هذه الطائرة الناجحة لولا مساعدة ابنتي عمي شمة والشباب الرائعين سالم وعبيد. وأكيد الشكر الكبير لمفيد. Thank you.
مرحبا بكم. كان عبيد يقرأ قصصا قديمة عن البساط السحري. سوف يكون الأمر رائعا لو استطعنا أن نصنع بساطا سحريا حقيقيا. ألا ترون أنتم أنني مشغول؟ أنت تحب هندسة الطيران، بإمكانك أن تجعله يطير. سيكون مشروعا علميا رائعا. مشروعا علميا؟ تحضرون قصصا خيالية وتتحدثون عن العلوم؟ أنا أفضل أن تدعوني أعمل. سالم، أين أنا؟ استيقظ الآن، هيا انهض بسرعة، لقد غفوت في الشارع. ها؟ أين نحن؟ كيف وصلنا إلى هنا؟ سالم، ماذا يجري؟ من هو سالم؟ لا تكن سخيفاً يا سالم، أعطني بعض الخبز. ثلاثة دراهم لو سمحت. حسناً، سأدفع. لحظة لأرى إن كان معي ثلاثة دراهم. مرحباً منصور. ساحر؟ ما بك؟ أخفض صوتك هذا نانو. اسمع، أنا لا أملك المال، ماذا أفعل؟ أي أنت ساحر ولص أيضاً؟ ابتعدوا جميعاً، دعوا السلطان يمر. احضروا لي هذا الولد. أنت ستصنع لي بساطا سحريا. لكن أنا لا أعرف أي شيء أبدا عن البساط السحري. أنا رأيتك وأنت تطير ذلك البساط. يمكنك أن تأخذه لو أردت. لا، أنت ستشرفني في القصر وستعمل على السجاد الفارسي الفاخر. لكن لا يمكنني أن أجعل سجادة تطير. أساساً لا أحد يستطيع. هو يستطيع. من هو؟ هو، أنا رأيت سحرة. خذوه إلى زنزانة القصر. أم تعرفون؟ خذوهم كلهم. ماذا؟ أنتم الثلاثة يجب أن تصنعوا لي أفضل بساط سحري، وإلا ها. لديكم حتى ليل هذا اليوم لكي تصنعوا البساط السحري، وإلا. طر مثل الصقر، حلق مثل الحمامة، افرد جناحيك مثل النسر. من المستحيل أن تطير بهذه الطريقة يا عبيد. من هو عبيد؟ ولكن مع من تتكلم أنت؟ أتكلم معك. انسى الموضوع، انسى.
لكن إن رأيتك تتكلم مع البساط ثانية فسأغضب. أنت ساحر ولا تفعل شيئا، على الأقل هو يحاول أن ينقذنا. أنا لست ساحرا، أنا مهندس ومخترع. لكن معك سحر في حقيبتك. معي نانو في حقيبتي، وهو ليس سحرا، هو رجل آلي. رجل آلي. مرحبا. هذا سحر. سحر. لا داعي للخوف، اهدأوا. جدي. لا، أنا حارس الزنزانة. حسنا يا سيد الزنزانة، إذا تريدون مني أن أصنع بساطاً سحرياً فأحتاج إلى أغراض. ماذا تحتاج؟ هذه الطاولة وخيوط وسلك ومطرقة مسامير ومنشار لو سمحت. هل أحضر أيضاً 4 من المراوح الكبيرة التي يستخدمها السلطان أيام الحرب؟ أجل لو سمحت. شكراً. فلنبدأ الآن بصنع بساط سحري حقيقي. سنعرض على السلطان البساط السحري وبعد ذلك نستخدمه لكي نهرب. هاي. يبدو لي أنكم لن تخرجوا من هنا حتى لو صنعتم بساطاً سحرياً. أتساعديننا على الهروب من هنا يا شمة؟ كيف تتجرأ؟ أنا الأميرة شمة. أنا آسف يا سمو الأميرة، تستطيعين مساعدتنا على الهروب من هنا أيتها الأميرة شمة؟ حسناً، أنا هنا كي أساعدكم. يجب أن أخذها إلى فوق. الحقوا بهم. الحقوا بهم، يجب أن لا يهربوا. هيا. كان حادثا، لا تركيز لدي. مرحبا يا جماعة. الحراس سيمسكون بنا بسرعة. هيا بسرعة. وصلوا وصلوا. هيا هيا بسرعة. توقفوا مكانكم. ضاعوا في شر أعمالهم. ولماذا تصر أن اسمي سالم؟ وتعال يا شريكي. مع السلامة منصور. نانو، ساعدني كي أخرج من هنا. نانو؟ آسف، اسمي ليس نانو، أنا شاورما، وطعمي لذيذ جدا. منصور، 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 استيقظ منصور. هيا، كنت تحلم حلما سيئا.
صح يا جدي، حلمت حلما غريبا جدا جدا. حسنا أخبرني لاحقا، لأن هناك ضيوفا ينتظرونك في الحديقة. سالم وعبيد، يجب أن نصنع البساط السحري. اليوم سوف نتعلم حركة جديدة من اختراعي، اسمها الهرة المنقضة، والآن سأريكم كيف تقومون بها. سالم، هيا دورك. ممتاز يا سالم، والآن دورك يا عبيد، بالتوفيق. جميل جميل يا عبيد، يجب أن تتدرب أكثر. منصور، هيا دورك. محاولة جيدة يا منصور، لكن استمر في التدريب. هذه لم تكن الهرة المنقضة، كانت الهرة العمياء. سأستمر في التدريب، وقريباً ستصبح حركة الهرة الرائعة. أنت هرة جميلة ورائعة أيضاً، شكراً لأنك وافقت على الاهتمام بها في غياب شمة. لا شكر على واجب، لم أفعل شيئاً. فلافل لطيفة جداً وهادئة، لكن لا تتركيها وحدها. لا تقلقي خالتي، أنا لن أدعها وحدها أبداً. هي هرة هادئة ولا تحب المغامرات. أوه صحيح، هناك أمر مهم لم أخبرك به، هي تحب تناول الكيك فقط. كيك؟ لكنها هرة تتناول الكيك فقط. لا تخافي يا فلافل، أنا سأهتم بك. ها؟ لا لا فلافل انتبهي. لا فلافل فلافل انتبهي. ها؟ أنت هرة مشاغبة جداً. فلافل، ها؟ منصور، عندما تجهز جرب حركة الهرة المنقضة. ممتاز يا سالم، ممتاز. تعالي يا فلافل، تعالي فلافل فلافل. هرة مشاكسة. هيا يا فلافل، هيا حبيبتي، دعينا ندخل إلى المنزل. مرحبا شمة. ماذا؟ أضعت فلافل؟ أكيد سنساعدك. أضعت سندويش الفلافل، وأين هي المشكلة؟ تستطيع شراء سندويش آخر من المطعم. ليست فلافل الطعام، هذه فلافل هرة خالتها. هيا بنا لنذهب، شمة تحتاج إلى مساعدتنا، هيا بنا. شكرا لأنكم أتيتم لمساعدتي، لا أستطيع أن أصدق، أضعت فلافل منذ أول 5 دقائق. لا تخافي، سنجدها إن شاء الله، أين رأيتها آخر مرة؟ قفزت من فوق هذا السور. أظننا وجدناها، هيا بنا. فلافل، يجب أن نتسلق لنحضرها. أنا سأتسلق، الهرارة تحبني. أوف. انتبه لأنها قد تخدشك. اسمع يا سالم، هل يمكنك أن تساعدني؟ أوف.
تعالي. أمسكوا الهرة، أمسكوها. كاد يقضى علي. فلافل. لا، ماذا سنفعل الآن؟ سنلحق بالهرة. لا أصدق أن هرة قد ركبت الباص. فلافل، فلافل تعالي، تعالي فلافل. أنا لا أصدق أن هرة دخلت إلى المكتب. لا أصدق أن هرة صعدت في المصعد. أعرف أعرف، أنت لا تصدق أن هرة ركبت الهليكوبتر. اهدأ يا عبيد. مرحبا يا شباب، أنا اسمي عبد الله وهذا المبنى لي. ماذا تفعلون هنا؟ آسفون، لقد كنت ألعب مع هرة خالتي فلافل، بعد ذلك هربت مني. لحقنا بها في المدينة كلها حتى وصلت إلى هنا. وأين هي الآن؟ هنا في الداخل. هذه الهليكوبتر ملكي وأشعر بالمسؤولية تجاه سلامة فلافل، يجب أن نعيدها. لكن كيف؟ لقد طارت الهليكوبتر. الهليكوبتر السوداء طارت، لكن لدي واحدة أخرى حمراء. أين هي؟ ها؟ لنذهب ونعد فلافل. فلنلحق بالهرة. لم أتخيل أنني في يوم من الأيام سأكلم سائق طائرة عن الهررة. هليكوبتر ثلاثة، هليكوبتر ثلاثة، هليكوبتر خمسة معكم. يوجد حيوان أليف على متن الهليكوبتر عندكم. لو سمحتم، لو سمحتم أعيده إلى المكتب. خالتي ستصل إلى المنزل في أي لحظة. لا أعرف كيف سأصل قبلها. هليكوبتر ثلاثة، هليكوبتر ثلاثة، انتباه، هناك تغيير. لدينا اتجاه جديد. اتبعوني لو سمحتم. دقائق قبل أن تصل خالتي. أخيراً استخدمت حركة الهرة المنقضة لكي تمسك بالهرة المنقضة. ممتاز، ممتاز يا شباب. الآن يجب أن أذهب، لدي مقابلة على الراديو. مع السلامة يا فلافل. شكراً جزيلاً على مساعدتك. أجل، شكراً جزيلاً. أهلاً بكم يا شباب، هيا أدخلوا الهرة إلى المنزل كي لا تسبب لكم المشاكل. إنها جائعة، لنحضر لها كيكاً. كيك؟ الهرة لا تأكل الكيك. إنها مختلفة. إذن لهذا السبب هي مشاكسة، لأنها لا تأكل الطعام المناسب. هيا فلندخلها إلى المنزل. لقد عدت إلى المنزل. اشتقت إلي؟ بالتأكيد، كنت لطيفة مع شمة. كل شيء كان بخير مع فلافل شمة؟ هي لم تتعبك صحيح؟ لا، لكن كانت مشاكسة قليلا. لكن تصرفاتها طبيعية الآن، انظري. أظن لأنها تناولت السمك وليس الكيك. لكنها تحب الكيك كثيرا. أجل، لكن لا أظن أن الكيك
طعام صحي ومناسب لفلافل يا خالتي. انظري إليها، إنها سعيدة جداً. أجل، تبدو سعيدة جداً. أنا لن أطعمها الكيك أبداً. حسناً، سأذهب الآن. شكراً لك على مساعدتك شامة. لقد سمعت على الراديو واحداً يتكلم عن هرة وجدها في الهليكوبتر. تعرفين أي شيء عن هذا الموضوع فلافل؟ تخيلوا فقط، لو كانت فلافل تعرف الكلام. خالتك لن تصدق ما حصل. أنا ما زلت لا أصدق ما حصل. ناصر؟ ماذا تريد؟ أنا منشغل بالتحضير للاجتماع في مزرعة البن. يقولون في الإنترنت إن تنانين الكومودو موجودة على هذه الجزيرة، أهذا صحيح؟ ها؟ لا لا، تنانين الكومودو موجودة على جزيرة الكومودو. لكن ستقول لي الآن إن تنانين الكومودو موجودة على كل جزر إندونيسيا. هيا اذهب، أنا منشغل كما ترى الآن، لا تزعجني. لا، إنها موجودة على جزيرة فلوريس. ليس لدي وقت لهذا الآن، تقرير مزرعة البن سيكون في السجلية الدائم، دعني أركز. واحد من مصابيح الإشارة تعطل ونحن نهبط بالطائرة، يجب أن أبقى هنا لأشرف على الصيانة. لكن يا أبي، أنت وعدتنا أنك ستكون معنا. أعرف يا منصور، وأنا آسف فعلاً. كما تعرف، السلامة دائماً تأتي أولاً. بأي حال، ناصر سيكون معكم. لكن أنا لدي عمل مهم. الشباب لا يسببون أي مشاكل، صحيح يا شباب؟ لا لا، أكيد لا. مستحيل. مشاكل؟ نحن، هل يعقل؟ تستطيع الاعتماد علينا يا أبي. حسناً، جيد جيد. هيا هيا. مرحباً، هيا يا شباب، تفضلوا. هيا 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 هيا. اسكتوا. جميل جدا هنا وهادئ، سوف نقوم بجولة. أجل، أعجبني المكان. يكفي، توقفوا. اسمحوا لي، هل ترغبون في مشاهدة الجانب الآخر من الجزيرة يا شباب؟ أجل تركي، بما أنك الأكثر هدوءاً بينهم، هيا ابقى وكن مساعد الخاص. لكن أعرف 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 أن هذا شرف كبير، لا داعي لشكري. أكيد شرف كبير. سأعود لاحقاً، أقضوا وقتاً ممتعاً. حسناً، إلى اللقاء. إلى اللقاء. هيا يا شباب، سيكون الأمر ممتعاً. ها؟ 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 يا شباب، هل سمعتم صوتاً؟ ماذا؟ ها؟ هذه الخشخشة. لا، أنا لم أسمع سوى صوت ركبتيك يا سالم.
وصوت أسنانك أيضا. ها؟ ها؟ أنا هو تنين الكومودو. اركضوا. قلت لكم هناك شيء ما. بسرعة فوق هذه الشجرة. تعتبر القهوة من أعظم عطايا العربي للإنسانية. أكيد. ناصر. نعم. ماذا سنفعل الآن؟ ننتظر. يبدو أن هذا التنين لن يتحرك من مكانه. نانو سيخلصنا منه. نانو، هل يمكنك تشتيت انتباه تنين الكومودو؟ نعم يا منصور، عملية تشتيت انتباه تنين الكومودو تبدأ الآن. عندما تنمو الحبوب على الشجيرات لا تبدو لك كأنها مهمة جداً، لكن بمجرد أن تتحول من حبوب إلى قهوة تصبح من أثمن السلع على وجه الأرض. أنت بخير؟ أنا بخير. أنا آسف، لم أكن أنظر أمامي، كنت أهرب من تنين الكومودو. يبدو أنه نفس تنين الكومودو الذي تعاني منه أسرتي. كانت لدينا 4 جواميس ترعى بسعادة في حقل الأرز، ولكن بعد فترة بقيت لدينا 3، وبعد أسبوع بقيت 2، والآن لم يبقى لنا سوى جاموسة واحدة. لا تستطيع أن تعطينا الحليب من شدة خوفها من التنين. عندي فكرة، نستطيع أن نعلم من خلالها التنين درساً لن ينساه. تعالوا. يمكننا أن نقوم بهذا الأمر، ويمكننا لاحقاً أن نفعل ذلك. هل فهمتم؟ مئة متر، 75 متراً، 50 متراً. أنا أراه. 15 متراً، 10 أمتار. انطلق. هيا. الجميع أن يعرف أن تنين الكومودو آت. إنه تنين الكومودو الشرير، أخرج من هنا. اختلاف النكهات يعتمد على نوعية الحبوب والتربة وطريقة التحميص. أكيد، لكن ناصر، هذا شيء مذهل. كمية النكهات لا نهائية تقريباً. نحن لم نتكلم بعد عن المواد الإضافية مثل الكراميل والفانيليا. ها؟
لن تصدقوا أبداً المسافة التي كانت بين ناصر والكومودو. تعرفون؟ كان سيأكله. حقاً؟ حقاً، المسافة كانت قريبة هكذا. نحن أيضاً كنا قريبين منه كثيراً، لكننا لم نهرب. في الواقع، نحن قد أنقذنا مزرعة عائلة من تنين الكومودو. هزمنا التنين بالجرس. ماذا هناك؟ قلت لكم التنين كان قريبا وكان سيتناوله. ولماذا لم تخبرني؟ كنت أحاول ذلك. ظننا أنك تنين الكومودو. تنين الكومودو؟ أين؟ أي نكهات طلبتم؟ شوكولاتة بالكراميل، فانيليا وبسكويتا، كاكاو بالنعناع، سنجاب. طلبت مثلجات بنكهة السنجاب؟ لا، يوجد سنجاب هناك. ما الذي يفعله هنا؟ سلوبي، أين سلوبي؟ تعالوا فلنعد سنجوب إلى صاحبته. هيا فلنساعدها. هيا حسنا. أنا سأعالج به. عبيد، تعال معي لنحضره. أوف، الحمد لله لم يتأذى. إنه بخير. تريدون مني أن أرميه إلى فوق لكم؟ لا لا لا، تعال إلى هنا وأحضره. عبيد، أعطني إياه، أنا سأأخذه. لا 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 تقلق، فأنا مسيطر على الوضع. هذه هي سيطرتك على الوضع عبيد؟ هذا كله بسببك أنت. توقفوا عن الشجار وأحضروا سنجوب. سنجوب، تعال يا سنجوب. لا أستطيع الوصول إليه. سالم، أمسك برجلي وأنزلني إلى تحت.
الآن اسحب لي إلى فوق. سنجوب. لا تقلقي، سنجوب معنا. هيا تعالوا إلى هنا. أنت أصعد إلى فوق وأنا سأعطيك سنجوب. لا أستطيع أن أتحرك. اسمع، سأضع سنجوب على الأرض وسأساعدك. سالم لا تخف، أنا سأبقى معك. ألقوا أعينكم علي وكونوا جاهزين لاتصالي. حسناً، هيا بنا. لا 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 تخف سنجوب. لا يهمني سنجوب. هيا فلنرتدي هذه وبعد ذلك سوف نكون في أمان. بسرعة بسرعة هيا. شما، ما زلت ترينهم؟ ما زالوا ينزلون، هم تحتنا تقريباً بعشرين طابق. حسناً، أخبريني بكل شيء على الدوام. حسناً، ها، هل تشعر بتحسن الآن؟ لا، لا أشعر. دعها تتوقف، دعها تتوقف، دعها تتوقف. ماذا تفعل؟ أنت قلت دعها تتوقف وأنا أوقفتها. لكن نحن لا نستطيع أن نبقى هنا. حسناً، دعني أرى. ما رأيك لو أفعل هذا؟ لماذا نصعد الآن؟ توقف. أحاول أن أجد حلاً لكي نخرج من هذه الورطة. أنت لا تريدنا أن نصعد إلى فوق ولا أن ننزل إلى تحت. ماذا تريدني أن أفعل؟ أنا لا أعرف، دعني أفكر. أرجوك لا تصرخ. لا أريد أن ينزعج سنجو. منصور، توقفوا الآن في منتصف المبنى. وعبيد بدأ بتنظيف النوافذ. ماذا؟ ماذا يفعل؟ المهم، شكراً شمة. أظن أننا في الطابق الصحيح. عبيد، ماذا تفعل؟ نحن لسنا وحدنا. اذهب، أدرك سنجوب. كما ترون هنا في المشروع هناك ثلاث مجالات رئيسية للنمو. تفضل. أوه، نعتذر على الإزعاج، لكن نحن نريد أن نساعد أصدقائنا. والسنجاب أيضاً. نانو، تخلص من النورس. حاضر منصور. أنتم بخير؟ تقريباً. شكراً لأنكم أنقذتمونا من النورس. ونحن سنعود إلى فوق ونسلم سنجوب إلى الفتاة الصغيرة. حسناً، سننتظركم فوق. هيا. منصور، نحن عالقون. لا تقلق يا عبيد، سنرى ما هي المشكلة. عبيد، عرفت ما هي المشكلة. قطعة قماش عالقة في الترس. ماذا يجب أن أفعل؟ انزل وأخرج يدك من زاوية المنصة. جيد يا عبيد، الآن حرك يدك إلى اليسار قليلاً وإلى اليمين قليلاً، إلى فوق قليلاً بعد، وصلت.
نفعل هذا؟ هيا هيا هيا، يمكننا ذلك. شكرا لكم، نراكم فوق. نعتذر مجددا على الإزعاج. ما من مشكلة، بالتوفيق. شكرا شكرا. أنا سنجوب. هذا ليس مضحكا يا عبيد. أين سنجوب؟ تفضلي سنجوب. إلى اللقاء سنجوب. اليوم كان حافلا بالإثارة، هيا بنا نأكل المثلجات التي طلبناها. فكرة ممتازة. كيف تستطيع أن تأكل بعد كل ما مررنا به؟ حسناً يا شباب، إنه وقت الاختبار. لا تخافوا، هذا الاختبار ممتع جداً. سيكون تقريباً كبرنامج المسابقات. أحتاج إلى متسابقين. سأختار سالم وطارق. صفقوا. موضوع هذا الأسبوع هو الفهد، وعندنا لكم ثلاثة أسئلة. مستعدون؟ مستعدون. ممتاز، فلنبدأ الآن بالسؤال الأول. هل تقوم الفهود بالصيد في جماعات؟ نعم. لا، الفهود حيوانات تعيش بشكل فردي. إجابة صحيحة يا سالم. هل الفهود جيدة في التسلق؟ لا. نعم، الفهود ماهرة جدا في التسلق. إجابة صحيحة يا سالم. حسناً، هل تفضل الفهود الصيد نهاراً؟ نعم. لا، الفهود تفضل الصيد في الليل. صحيح، والفائز معنا اليوم هو سالم. شكراً. هذا مزعج جداً. مهلاً، انتظرنا. أحسنت يا سالم، أنت تعرف الكثير عن الفهود. أجل، لأنني أخاف منها كثيراً، لديها أنياب ومخالب كبيرة جداً. دواءك عندي يا سالم، أتى الوقت الذي سترى فيه الفهد. هيا ارتدي زي الفهد هذا. جميل، أنت مستعد؟ مستعد. ممتاز، والآن سنخيف سالم. تأخر الوقت، فلنذهب إلى المنزل. ها؟ ها؟ ها؟
سالم، أنت بخير؟ فهد. أي فهد؟ أنا رأيت فهداً. فهد؟ كان موجوداً هناك. ربما الإضاءة جعلتك تتخيل هذا الشيء يا سالم. هيا فلنخفه مرة أخرى. أعرف طريقة مختصرة. رأيتم وجهه؟ هيا فلنعطي الآن سالم جرعة رعب ثانية. انظروا، هذا فهد حقيقي. الصورة ليست واضحة يا سالم، ليس بالضرورة أن يكون فهداً. أنا لن أخرج في المساء حتى يمسك الفهد. هيا فلنخفه مرة أخرى. لا تخف يا سالم، أنت في أمان هنا، أياً كان ذلك الشيء. على ما أعتقد. هذا ليس فهداً. أنا متأكد أنه فهد. أنا لست متأكداً، ويجب أن أعرف ما الموضوع. أجل، سنحل هذا اللغز الغامض. كيف؟ صحيح، كيف سنحل هذا اللغز؟ أنا عندي خطة. مرحباً سالم، كل شيء بخير؟ أجل، من الواضح أنك متوتر قليلاً. لا. جيد. ما هناك؟ ما من شيء هناك. نراكم لاحقاً. ما الذي يجري؟ شكي كان في مكانه. سمعت أنك رأيت هرة كبيرة. أنا أريد أن أطاردها وأصطادها. سمعت أنكم خائفون منها. أنصحكم أن تبقوا في منازلكم. أنا يجب أن أدخل. اسمع يا سالم، هذه الكاميرات تفعل عن طريق الحركة، وفيها نظام الرؤية الليلية، ومن خلالها سنراقب المكان. الكاميرا جاهزة. بسرعة يا جميل، أريد أن أخف سالم مرة ثانية. هناك شيء فعل واحدة من الكاميرات. الفهد؟ لا أعتقد. ماذا يفعلون هناك؟ انتظر قليلاً. لا، هذا هو الفهد يا سالم. إنهم ماكرون. لا أصدق. أين بالتحديد رأيتم الفهد؟ سعيد، الفهد مزيف. إنه واحد من الشباب لكن متنكر. أنتم يا جبناء لن تحبطوني. قولوا فقط أين رأيتموه أيها الفاشلون. لكن يا سعيد، سوف نريك. غريب يا سالم، أصبحت شجاعا فجأة. أنت اتبعنا فقط. إذن إنهم ذاهبون نحو الحديقة.
نحن رأينا الفهد هناك. أنتم ابقوا هنا، أنا أحب أن أصطاد بنفسي. سعيد اسمعني، هذا ليس فهدا حقيقي. تراجعوا أيها الجبناء، سأصطاده وسأصبح صاحب المجد. إن كان يجيد الصيد كما يقول فسيكون الموقف مضحكا حقا. انظروا إلى ما سيحصل الآن. مهلا، هذا صديقنا. أنت في ورطة يا سعيد. سوف أحاسبك، صدقني. تعال هيا. لقد أفسدوا الحديقة. تفضلوا معي إلى المركز لأنكم خربتم الممتلكات. إنه كبير صحيح؟ آجل، وهو مختلف عن الذي اصطدناه الليلة. يبدو أنه أطعمه أكثر من اللازم، فلنضعه في الشاحنة مع النحيل. لا تقلق، سترى أصدقائك هناك. هه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 ه